السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله ربنا يسلمك. يبارك في عمرك. سؤالي عن حد لا يملك السلعة، يعني واحد عاوز يشتري ثلاجة أو بوتاجاز أو غسالة وهو مش معاه الفلوس إن هو يشتري، فواحد تاني بيجي بيعرض عليه إن هو يشتري له ثلاجة أو هذه بوتاجاز. حيلة من حيل الربا شاعت في مصر في هذا الزمان. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يكرمك. طب حضرتك بالنسبة لبعض الناس اللي هي بتحللها وبتقول إن هو حاز الشيء، يعني هذه حاز حيلة، ما الحيل منها حيل محرمة وحيل مشروعة. هذه حيلة محرمة. تمام. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، صح كده؟ صح. تمام. طب هما بيقولوا إن هو اشترى دلوقتي الثلاجة وبقت في حيزته، يعني في حيز هو ما الناس. اشتراها، ولا هو ما اشتراها من أجل شرائها، إنما اشتراها كعرف تعرف المحلل الذي يحلل المرأة لزوجها، ملعون. هذا يحلل الربا أيضا، لكن يدخل سلعة وسيطة كالمحلل. السؤال، هل ده يقع على نفس اللي بيعمله البنك في التمويل العقاري؟ نعم، مسألة البنك شيء آخر أيضا، لا تجوز أيضا مسألة البنك. تمام. حتى لو البنك هيتملك الحاجة، بس هو كده ما كده في بنك. يا أخي، البنك لا يتملك أشياء. يعني كتقعيد عام، هل رأيت للبنك مندوب مشتريات ومندوب مبيعات ومسوقون؟ لا طبعا. هل البنك عنده مخازن يبيع ويشتري كسائر؟ لا، القوانين تسمح له ولا هو يفعل ذلك، إنما يدخل نائبا عنك يسدد لك الفلوس ويأخذها بالقسط مع الربا.